السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وصحة جيدة. الناس اللي كيسولوا على المشروع ديال البساتين، ها المشروع ديال البساتين، ها الأمور قدامكم أخوتي كيفاش غادا. هنا العمارة رقم 5 والفضاء اللي كاين قدامها 6 و7 و8 اللي جات في القنت و9 و10 وقيس على ذلك، اشغال متقدمه كما كتشوفوا هنا. عندنا واحد الخناشيد وخاصين بالتراب ديال اللي كيتخلط باش كيديروه للغرس باش كيشد راسو مزيان. هنا عندنا مجموعه من الالعاب والفضاءات الخاصه بالوليدات، بعد ما وريناكم ملعب ديال كره القدم عندنا واحد الفضاء خاص بالوليدات الصغار. هنايا الاشغال وصلات الريزو الكونيكسيون، الشركه اللي غتكون يعني شاده هنا هي شركه اورانج اللي غتكون عندها يعني الامور ديال اللي كدوز البرونش مو هنايا. نطلب الله تيسر الامور باش تمشي الامور مزيان. هنا مجموعه من الاغراس، العمليه ديال الجاردينج متواصله والمواكبه ديال الاغراس وتغيير الاغراس باش تكون الجماليه ديال هذا المشروع هذا ديال البساتين كما كتوضح الصوره. فالصوره غنيه عن كل تعليق والاشغال في كل مكان، الله يسخر الامور. وانتم كتشوفوا هذا الفضاء صراحه فضاء اللي هو جميل خاص بالوليدات الصغار واللي باقي غتنضاف ليه شي امور ان شاء الله اللي غتكون زوينه. انتم كتشوفوا هنا كنتمنى من الله الساكنه تحافظ على هذا المكسب. اللي بغيت ناكد عليه اخوتي واللي كيسولوا عليه بزاف ديال الناس هو فيما يتعلق بالتاريخ ديال الترحيل، عمليه الهدم. الناس كيقول لك حكا مشروع البساتين واخيرا غياخذوا شي واحد كذا واخيرا غيشريوه الناس. فهاد الاخبار اخوتي لا اساس لها من الصحه. المساله مساله وقت فقط انه كاينين وليدات اللي مقبلين على امتحانات البكالوريا، وحتى واحد فينا ما يختلف على هذه النقطه انه ملي غتكون امتحانات ما يمكنش يكون ترحيل. زياده على هذا العيد الكبير على الابواب قاتلوا واحد 3 اسابيع، والاكثر من هذا عندنا جي اش 6 وجي اش 7 وجي اش 1 وجي اش 8 باقي فيهم الاشغال. جي اش 8 معزول بوحدو هذاك غتبقى فيه الاشغال وغيدخلوا الناس يسكنوا. جي اش 6 و 7 راهم قربوا يوجدوا وصلوا للطرقان والبرونشمون والامور راه غادا مزيان. اللي بغيت ناكد لكم اخوتي ها الصوره قدامكم مباشره من مشروع البساتين، بلا ما يبقاو الناس يخرجوا يعني بعض الامور اللي كيبرزطوا بها الناس. والناس حاطه رزقها، الناس حاطه 10 المليون ديالها، حاطه فلوسها، كيجي واحد كيقول لهم حقا واقيلا ما بقى والو. هاد الهضره ما خصهاش تقال، الله يجازيكم بخير. واللي كنبغيو نقول لكم المساله وقت فقط. مشروع البساتين مشروع خاص بقاطيني دور الصفيح، واحد المشروع اللي هو مجاز مجموعه من الشقق اللي هي كما كتوضح الصوره مشمشه في واحد الجو اللي هو زوين. كنتمنى ان الساكنه تحافظ على هذا المكسب هذا ودير اليد في اليد باش يبقى هادشي مزيان، والله يسخر الامور والله يدخلوا عليكم الصحه والعافيه وطول العمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.